تتواصل يوم غد الجمعة منافسات دور 16 لبطولة كأس الأردن لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات، ويلتقي الوحدات مع اليرموك عند الساعة 7:30 على استاد الملك عبد الله الثاني، ويدرك الوحدات حاجته للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد سعياً للمحافظة على أماله بالحصول على لقب محلي في الموسم الحالي بعد تلاشي أماله في المحافظة على لقب دور المحترفين للموسم الثاني على التوالي. من جهته يسعى اليرموك لتحقيق مفاجأة وتسجيل حضوره في بطولة الكأس بعد غيابه عن دور المحترفين. وفي اللقاءات الأخرى يتقابل الجزيرة مع الأهلي على استاد عمان عند 5، وبذات التوقيت يستضيف بلعمة العقبة على استاد الأمير محمد في الزرقاء. فريق الفيصلي كرة باكرة من خارج على المنطقة، يسيطر على الكرة، يمر عند أبو جلبوش. أبو جلبوش هجمة من الجهة اليسرى لفريق الفيصلي. أبو جلبوش سالم عجلي بجواره. أبو جلبوش الكرة العرضية، فرصة. اختتمت اليوم بطولة غرب آسيا لكرة السلة للسيدات بضيافة نادي الفحيص بمواجهة تجمع المضيف والهومنت من اللبناني في اللقاء النهائي. وجاءت الحسابات الليلة الماضية بعد خسارة الفحيص أمام بهمان الإيراني بنتيجة 75 نقطة مقابل 86 نقطة ليحصد فوزه الثاني مثل الهومنتمن، وبالتالي يرغب الفحيص بتخطي الفريق اللبناني لتتساوى الفرق الثلاثة المتنافسة بعدد الانتصارات وتحديد البطل بفارق التسجيل. هذا وأقيمت المسابقة بمشاركة 5 فرق قبل أن ينسحب الأرثوذكسي محتجا على التحكيم بعد الخسارة أمام الفحيص، وحملت نتائجها فوز الهومنتمن على بهمان الإيراني، الفحيص على الثورة السوري، بهمان على الثورة، والهومنتمن على الثورة. وجرت المنافسة بنظام الدور المجزأ، ويصعد خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى منصة التتويج. احنا مشاركين في بطولة غرب آسيا للأندية، هاي البطولة عم بتكون للمرة السابعة. نادي تبعي نادي شباب الفحيص مستضيفها، فبالنسبة لي هلا كانت مميزة هاي البطولة لأنه شركة سامسونج، أنا موظفة بشركة سامسونج، هي عم تدعمني، ومش بس عم تدعمني بالشغل، برضه عم تدعمني كرياضية وعم تدعمني أنا وفريق نادي شباب الفحيص، فهذا إشي كتير حلو كان بالنسبة لي وإشي مميز بهاي البطولة. افتتحت أمس على ملاعب نادي ديونز البطولة العربية لرواد التنس والتي يقيمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع نادي التنس الأردني تحت مظلة الاتحاد العربي للعبة، وتستمر البطولة حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 150 لاعبا من 13 دولة يتنافسون على المراكز المتقدمة ل3 مسابقات، هي الفردي والزوجي والمختلط. وافتتح البطولة الدكتور حسين الجبور مدير شباب محافظة العاصمة مندوبا عن الدكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب، وحضر حفل الافتتاح أسرة التنس الأردنية وعددا من رجال المجتمع المحلي. يستضيف نادي نابولي الإيطالي الليلة نظيره أرسنال الإنجليزي في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوروبا ليج في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب سان باولو معقل الفريق الإيطالي. وكانت مباراة الإياب على ملعب الإمارات انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين سجلهما أرون رامزي وكوليبالي بالخطأ في مرماه. ويسعى نابولي في هذا اللقاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على أرسنال لخطف بطاقة التأهل، في حين يسعى أرسنال لتفادي أي مفاجآت وحصد بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي. وكان الإسباني أوناي أمري مدرب أرسنال أعلن قائمة فريقه لمواجهة نابولي في إياب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي، لتشهد القائمة وجود محمد النني نجم المنتخب الوطني وأرسنال حسبما أعلن الحساب الرسمي للغانرز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أن فريقه قدم أداء أكثر إقناعا أمام بورتو مساء الأربعاء
في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي الذي شهد مواجهة أخرى بين الفريقين في ثمن نهائي المسابقة. وتغلب ليفربول العام الماضي على مضيفه بورتو بخماسية نظيفة قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف على ملعب أنفيلد، لكن هذه المرة تمكن ليفربول من الفوز ذهابا وإيابا بعدما أنهى القسم الأول من المباراة لصالحه بهدفين نظيفين. وقال كلوب في تصريحات له بعد اللقاء إنهم لعبوا أفضل هذا الموسم. وفي حديثه عن لقاء الأمس قال إن مستوى لاعبي بورتو انخفض في الشوط الثاني ليتمكن لاعبو ليفربول من التحكم باللقاء وتسجيل الأهداف. وأضاف المدرب أن لاعبيه الآن أصبحوا أكثر خبرة بعد خوضهم مباريات صعبة خارج أرضهم. وضرب ليفربول موعدا في نصف النهائي مع برشلونة، وهو ما علق عليه كلوب بقوله إنها المرة الأولى التي يلعب فيها أمام برشلونة دون حساب الوديات.